معايا النهارده كلمتين اغلبنا بيخلط بينهم جايب لك الفرق ما بينهم في النطق عشان ما نتلخبطش بعد كده وكمان معانيهم المختلفه المفيده جدا فايه الحلاوه دي موضوع مفيد جدا ومهم جدا وما يفوتكش يلا بينا تعال كده ننطقهم مع بعض الاول كراش كراش سهل جدا كراش كراش تعال نبتدي مع بعض باول كلمه وهي كراش ليها كذا معنى خلينا نستخدمها الاول كاسم كاسم بيبقى معناها تصادم او حادثه لما اقول لك مثلا there was a big car crash yesterday يعني كان في حادثه او تصادم سياره كبير قوي امبارح او لما اقول لك مثلا nobody nobody survived the plane crash يعني مفيش حد نجا من الحادثه بتاعة الطيارة كراش كمان بنستخدمها مع الكمبيوتينج لانجوج او لغة الكمبيوتر او الكمبيوترز عموما لما نقول ان الجهاز هنج او يعني لا يعمل I had a crash in my computer so I had to reboot it. يعني حصل تهنيجة في الجهاز بتاعي وعشان كده انا عملت له ريستارت reboot داي restore. Crash كمان ممكن تيجي في الإيكونومي أو في علم الاقتصاد والفاينانس الماليات عموما بمعنى انحصار أو انهيار. لما أقول لك مثلا the stock market crash affected the entire economy. يعني الانهيار اللي حصل في سوق البورصة أثر على الاقتصاد ككل. دي بقى عندك واكتبها. كراش كمان ممكن تيجي كصفة بمعنى فاست او سريع بس ما كتير قوي في المجال بتاعي لما يقولوا كراش كورس يعني كورس سريع كده كان في حاجات محدده بس كان مضغوط شويه وسريع لما اقول لك مثلا اي هاد ا كراش كورس ويز احمد اسامه اوكي يعني انا خدت كورس سريع كده غطينا فيه مواضيع معينه معايا اوكي كراش بقى اخيرا كفعل ليها ثلاث معاني اساسيه الاولاني يصطدم جايه من الاسم لما اقول لك مثلا اللي هو الاسم اللي كان التصادم لما اقول لك مثلا the strong waves crashed against the boat يعني الرياح الامواج القويه اصطدمت فين اصطدمت في السفينه تاني معنى معانا لكراش كفعل لما تقضي ليله كجست او كضيف عند صديق مثلا او عند اي حد لما اقول لك مثلا can i crash at your house or at your place for the night ممكن اقضي عندك الليله بس can i crash at your place for the night اوكي okay. واخر معنى لكراش بيجي كتير قوي مع بارتي او اي حاجه تحضرها بمعنى انك تاتند تحضر حاجه without invitation no one invited us for the party so we had to crash it اوكي okay. اور or crash the party محدش عزمنا على الحفله فاحنا برطشنا كده او 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 عزمنا نفسنا زي ما بيقولوا فكراش ممكن تيجي بمعنى انك تعزم نفسك على حفله او اجتماع و الى اخره تعال بقى نخش على كراش بقى ممكن تيجي كاسم او كفعل بمعنى انك معجب بحد او مولع بحد لما اقول لك مثلا هي هاز ا هيوج كراش اون هير يعني هو معجب بيها جدا او هيز كراشينج ممكن تستخدمها كفعل هيز كراشينج اون هير يعني هو معجب بيها جدا او بيحبها كراش كمان بتيجي كفعل بمعنى انك تكسر حاجه لاجزاء صغيره قوي او تفتت شيء لما اقول لك مثلا اي كراشت my stone or this stone with a hammer. Crush كمان بمعنى بتيجي معنى انك تسحق حد او تهزمه هزيمة شديدة جدا لما اقول لك مثلا we crushed all our enemies. We crushed all our enemies. انا سحقت كل الاعداء. Crush كمان ممكن تيجي بمعنى الازدحام. اوكي يعني مكان فيه ناس كتير لما اقول لك مثلا there is a crush in the elevator I'll take the next one. في ازدحام the في الأسانسير أنا مش هاخد الأسانسير أو المصعد ده هاخد اللي جاي. وأخيرا crush لو حطينا عليها اي دي بتبقى بمعنى إنك محبط أو فيري ساد حزين جدا. لما أقول لك مثلا كصفة لما أقول لك مثلا I was crushed when I wasn't accepted for this job. أوكي؟ okay? أنا حسيت بالحزن قوي لما ما قابلونيش للوظيفة دي. لو الفيديو عجبك ودي كانت الفروقات الجديدة ما بين كراش وكراش اعمل شير ولايك وسلام